الان هو فيلم ديال الكنز اللي كاين في لي سال سينما، كنحمد الله وكنشكرو. فيلم كنز من اخراج عمر غفران، البطوله ديال سكينه درابيل ومحمد الحاودي. الان احنا شهرين وحنا في لي سال سينما، اللهم لك الحمد، والبروميير في بوكس اوفيس، هو الاول في بوكس اوفيس، كنشكر الله وكنحمدو. كذلك كاين فيلم دو بانش اخراج امين منى وانتاج ديال نور الحق، اللي غادي يكون قريب، فيلم جميل جدا حائز على 5 ديال الجوائز منهم 2 دوليين، خليكم تكتشفوه لان غادي يعجبكم بزاف. العمل الوداد مع بروفيت الزعيم، بروفيت اللي كنشكره بزاف لان الشاب اللي كيبغي يشتغل ودادي حقيقي، ودادي بور، خويا في الدم، بلو يعني بلود برادرز، بلا برادر. غادي ندير واحد العباب، غادي نساندو الفريق ديال الوداد يعني الرياضي من الادوار ديال المجموعات حتى الدومي فينال حتى الفينال حتى الكاس باذن الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني اننا كنتمنوا واحد الصعيد لباقي الفرق اللي كتمثل المغرب، لان الوقت الراهن كان شدان، وداك الشيء كاين شدان وغيبقى شدان. غير هو دابا انا وخويا على ولد عمي، وانا ولد عمي على البراني، يعني كاع الفرق الاخرين راهما نبغيهم يربحوا اي فرقه اللي البلدان ديالهم ما عندهمش بطاطا والبنان، نبغي اي واخا تكون لابسه الخضر نقول لهم عطيوهم نشجعهم ضد هذاك الشيء. حنا هكا دايرين، حنا الوداديين والمغاربه الحرار، حنا هكا دايرين، كنبغيو بلادنا ومقاومين من بكري، وكنبغيو نشجعوا اي فرقه غتلعب مع العدو. ايوا شوف، العنف ضد المراه ما كيبغيه حتى حد، ربي سبحانه وتعالى حرم حتى العنف ضد الراجل، حتى العنف ضد الحيوان، حتى العنف ضد النباتات. المرأة راه فيها أمك وفيها أختك وفيها ماماك وجداك وكل شيء، ومراتك وكذلك حتى الحيوانات. والحمد لله راه غادي، حنا غادي في هذا الطريق في المغرب، وليت كنلاحظ بنادم في حي الشعبي بحالي أنا، ولد حي محمدي، الناس عندنا على قد الحال. حنا الناس دراوش وكبرنا مع الدراوش وباقيين مع الدراوش، كيجبد دريهم وشري فرماجه وعطاه المش، هادو هما المغاربه. كيطلع دري صغير ولا كبير مشي عند مو يقول لها كاين شي شياطه، يجي عظيمات شي لعيبه ويعطيها الكلب اللي كاين تمايا مسكين، وهذاك الكلب كيموت بالبرد، ويجيبوا ليه الماء ويجيبوا، والناس اللي كتشري درهم ديال الزوان ويلوحوها في الارض باش ياكلوا الفراخ. هادو هما المغرب، هادو هما المغاربه الحرار. الوقت اللي باقي بنادم كيشد الصف على الحليب وبنان وما عرفت شنو وداك الشيء. حنا المغاربه راه كنعطيو على داك الشيء، راه الخير، حنا الخير، حنا كنعطيو على الحيوان. والله العظيم الا كاين شي وحدين يتمنى يكون عاك كلب هنا نعطيو البنان، ما وخليه داك الشيء. سيبون شنو حياتك؟ اول حاجه حياتك الخاصه ما كتبارطاجاش، الحياه الخاصه ما كتبارطاجاش، هذوك ما كيبارطاجوش حياتهم الخاصه. هذوك ما عندهمش حياه اصلا خاصه، لان ملي كتقول حياتي الخاصه هي حياتك الخاصه ما بينك وبين مرتك، ما بينك وبين ذاتك، ما بينك وبين الكينونه ديالك. انت ملي كتبارطاجيها مع الناس ما بقاش خاصه، ولات عامه، هذه ولات حياه عامه، وكله كيدير ليه الله. كاين اللي عبيد الصنك المعبود ياكلو بالحجر، يقدر يبيع مرته، يقدر يبيع شوميز دونوي وهذا، ولكن هذوك راه ماشي المغاربه الحرار. المغاربه الحرار ما دايرينش شكاك، كاينين دول اخرين عندهم داك الشيء عادي، حنا ما عندنا عادي، حنا مع الميولات ديال اي واحد، انا ماشي ضدهم، ولكن الديانه انا حنا ماشي ضدها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان له جيران ليسوا بمسلمين، واول حاجه ملي كانوا كيخرجوا في الفتوحات الاسلاميه ما تحرقش وما تقتلش الاطفال، ما تقتلش النساء، وما تقتلش شي واحد ما هزش عليك سيف. ما معنى هذا؟ واخا يكون اي دين ما باغيش ياذيك، السيد مسالم، اللي دخل الكنيسه ما تقتلوش، اللي دخل الكنيسه ما تقتلوش، اللي دخل السيناغوغ ما تقتلوش، اللي دخل الجامع ما تقتلوش. هذا هو الدين ديالنا حنا، الداعشيه
خاص نحاربوها. والفكر القديم ديال هذاك الفكر الخاوي اللي خرج لنا على الشباب ديالنا ديال الثوريه العربيه وهذاك الشيء ديال اللي قدام وصد ديال جمال عبد الناصر اللي جا من 52 ملي انقلب، واقول هو تحمل المسؤوليه. عندي صحابي مصريين كذلك يقاسمونني نفس الشيء، ما سوقناش في هذا الشيء هذاك امورهم الشخصيه، هذاك الشيء ديال القوميه العربيه والقضيه ديال ما عرف شنا هو وهذا وهذا وارفع راسك ارفع راسك، هذاك الشيء ما واكلش. الانسانيه اللي غادي توكل، التسامح اللي غيوكل، الفكر اللي غيوكل، هذاك الشيء اللي كان ها شنو عطانا من 72 لدابا شنو عطانا؟ الخراب. فين هي العراق؟ فين هي سوريا؟ فين هي ليبيا؟ فين 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 فين؟ اشنو عطانا؟ عطانا غير الخراب. في الوقت اللي كانوا الناس كيمشيو كيقريو ولادهم الفيزيك، كيقريهم الكيمياء، كيقريهم كيقريهم الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلوم ديال التنجيم اللي جدودنا سبقوا ليها، وعلم الحساب وعلم الذره وعلم ديال الادب والاخلاق، شوف فين وصلوا هما، شوف فين بقينا حنا. اما انا لهذا هذا المهم هذاك شغلهم هذاك، حنا كنهمنا الدوله ديالنا راهي غادي بخير، حنا رحنا بخير. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. اللهم لك الحمد، حمدا كثيرا وشكرا جزيلا. الحمد لله، يعني لطف الله والله، يعني دير تاويد الخير في حوادث السير. كنتمنى ان اي واحد صايق بالليل راه التهور ديالو يقدر يتمشي واحد على وليداته وباه امه اللي هو المعيل ديالهم الوحيد، يقدر يشتت أسرة بدك التهور فيها بنيات وليات وأم وأب وجدة وزوجة بتهور بسيط ديال رمشة عين يقدر يخرج على عائلة فيها الناس كاملين. حرام عليك اللي درتي هادشي.